عام على كره القدم بنادي المقاولين العرب. او مثلا مهندس محمد عادل اهو بالصدفه اهو مهندس محمد عادل، ما في مره الراجل نبقى محتاجينه في موضوع جدلي الا اما الراجل يقول لك ماشي انا معاكم، اما انه يوافق او يرفض. لكنه عمره مثلا بره الهوا ما قال لزميل من زمايلنا، عمره مثلا قال لك ايه ابراهيم تبنى انت موقفي، رد انت قول كذا كذا كذا، لا انا مش عايز اتكلم، فاحنا بنحترم ده بقى، انا مش عايز اتكلم. فيبقى لما يقول لك مش عايز اتكلم دي رؤيته والتوقيت اللي هو مختاره، مش عايز اتكلم. يجي في وقت تاني يقول انا دلوقتي بتكلم بالصدفه، انا بكلم حضراتكم وهو بقول لكم. هو ده واحد مثلا مثال من الامثله من الناس اللي احنا نحب نتعامل معاها. ليه؟ واضح وصريح ويخرج على الهوا اللي هيقوله لك على الهوا، يخرج بره هتلاقيه هو هو، مفيش ما بينهم وما بين بعض اي اختلاف. يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. حبيبي الكابتن ابراهيم المتالق دائما والرائع في كل مواقفك الحقيقه، ربنا يخليك لينا يا رب ما تحرمش من حضرتك. ليك رؤيه واضحه وفكر ثاقب، وانا بمنتهى الامانه بحترمه فعلا فيك، ودايما من يوم ما بدات لحد النهارده انت بتسلك طريق واضح ومحدد. بنحاول والله بنحاول بيكم وبنحاول على قد ما نقدر. خليني اسال حاجه يا باشمهندس، فيما يتعلق يمكن انتوا اول نادي اعلن، خد بالك انتوا اول نادي اعلن انه هيبقى فيه عقوبات للعيبه اللي هيجي لها اصابه بفيروس كورونا، لما قلت عندي هنا على الهواء انه هيبقى فيه غرامه 50,000 جنيه. ومن بعدها بدات بعض الانديه تحذو نفس الحذو، وبدا كمان امبارح اتحاد الكوره قال لك هيبقى فيه عقوبات على من لا يلتزم. وجهه نظرك ورايك ايه في الموضوع ده، وانت كنت سباق كنادي مقاولين عرب في هذه الجزئيه؟ شوف حضرتك انا ببص ان احنا لازم عشان نرقى يبقى عندنا كوره، وبنقول محترفين، الاحتراف ده له ثمن، ثمن انت بتدفع للاعب ما يكافئه وعلى مستوى الاحتراف، لكن ليه شروطه بقى انك تحافظ على نفسك وتلتزم بالاحترافيه. مش معنى ان انا بسمح لك ان انت تاخد اجازه يوم او اتنين ان انت تكون حر، لا، في قيود على الراجل المحترف لان ده شغلك، وده مش بتاثر في نفسك بس، انت بتاثر على ناديك. فكانت وجهه نظري واضحه، وده اللي قلته للعيبه، انت محترف التزم بشروط الاحتراف، انك لابد انك تحافظ على نفسك سواء في النادي او خارج النادي. اللي مش هيقدر يحافظ على نفسه فعلا، وانا كنت جاد في الخصم ولكن الحمد لله اتعملت المسحه كل مده. يمكن زي ما حضرتك تفضلت كنا اول ناس، وفي بعض الناس قالت ازاي، وبعدين الناس اكتشفت بعد كده ان الاحتراف بيجبرنا جميعا ان احنا نكون ملتزمين. لو التزمنا اعتقد ان احنا هنقدر نوصل للاحتراف اللي احنا نبغيه. لكن احنا اذا سيبنا الامور احنا مش هواه، محترفين والانديه بتكلف واللعيبه تستحق، يبقى لازم يحافظ على نفسه. صحيح. طيب اسال حضرتك بقى بمناسبه موضوع الالتزام وما شابه، كانت هناك تصريحات نقلتها وسائل الاعلام ونقلها المواقع الالكترونيه عن نادي المقاولين العرب وعن حضرتك فيما يتعلق بايمن حفني وعدم التزامه وبالتالي انهائكم لاعاره اللاعب. افهم من حضرتك الموقف ايه، لانه ايمن امبارح ايضا كان له تصريحات، وهو من اللاعبين اللي نادر جدا لما بيتكلم كان له تصريحات قال فيها انه هذا الكلام ليس حقيقي، وانه الراجل ملتزم كان مع الفريق، وهي مره واحده بس اللي غاب عنها عن نادي المقاولين العرب. طب تسمح لي بقى اسرد الموضوع بالظبط؟ اتفضل يا فندم. وانا هسرد الموضوع من كلام ايمن نفسه. اتفضل. لو ضفت كلمه من عندي عن الحديث اللي صرح بيه تقول لي هذا الكلام. اتفضل. نمره واحد ايمن قال، بس طبعا مع الزميل المذيع ما خدش باله، لان كان بيقول له انا قلت للمحامي، وانا بجيب لك النص بالظبط، ان انا طلبوني عشان اخش. انت عارف ان احنا من اول يوم بدانا نطبق، او بعد اسبوع او 10 ايام بدانا نطبق اللعيبه كلها مع الكابتن عماد مع الكابتن عبد الرحمن على الفيديو في الكونفرنس يوميا، بيعملوا تدريبات ومتابعه لمده ساعتين. ايوه. كابتن ايمن 3 شهور كامله اعتذر وقال انا عندي نادي بتدرب فيه. اذا كنا احنا كمحترفين كل واحد هيقول لي عندي نادي، طب اتدربوا كلكم في البيوت وتعالوا نلعبكم مباريات، وبعتوا بنفسه الثلاث شهور عن هذا واحد. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد، باشمهندس، ايوه،
معلش الصوت بيقطع لانه ايه غالبا حضرتك بتضغط من غير ما تقصد على الزراير بتاعت التليفون. معلش معلش. طب في مره حضرتك حطيتني على الويتنج فتره طويله، قعدت اسمع اغاني وحاجات كده. طب كويس، خرجتك من المود. اتفضل يا فندم. اكرر تاني حضرتك. اتفضل. ان احنا كان في الفيديو كونفرنس شغال مع كل اللعيبه خلال ثلاث شهور الحظر، وكله مع الجهاز الفني ومع مدرب الاحمال كل يوم لمده ساعتين، حتى في رمضان كان بيبقى نبدا من 11:30. كابتن ايمن قال رفض هذا الكلام وقال انا عندي نادي بتدرب فيه. هل يعقل؟ هل يعقل انت لاعب محترف اقعد ثلاث شهور ما اعرفش حاجه عنك؟ يبقى اذا كل اللعيب كله قاعد يقعد في البيت حتى في الايام العاديه يتدرب في النادي بتاعه ويجوا على الماتش. كلام غير مقبول. ايوه. عملت له تليفونات كتير ما كانش بيرد. كلمه الكابتن عماد ما كانش بيرد. كلمه الكابتن رامي عادل ما استجابش. كلمه الكابتن عبد الرحمن لم يستجيب. وباعترافه هو قال لك ان انا قلت هذا الكلام. يبقى ادي ثلاث شهور اللاعب مبتعد تماما عن حتى علاقته بالنادي. نمرة اثنين وبين كلامه. اعلن اتبلغ الجميع بان يحضروا يوم السبت علشان بداية التدريبات. الفرقة كلها حضرت، عملت المسحة يوم الاثنين. سيادتك لو رجعت رشيد قال لك انا ما حضرتش. ورحت بعديها بيوم، ثالث يوم عملنا له المسحة على حسابنا وقلنا له ابتدي انتظم في التدريبات. ايوه. طبعا الكلام ده كان عدى الاسبوع الاولاني من القصة. جه هو بنفسه كلامه، انا ما جبتش كلام، مش هضيف ولا كلمه من عندي. ماشي. قال ان انا اتدربت ثلاث مرات وبعدين انقطع لمده يوم. هنا بقى الغلط، هو انقطع لحد النهارده. ولما اقول لك لحد النهارده فانا صادق. اولا احنا ما نيناش، يمكن التصريح طلع الصحفي اللي كتبه، احنا لم ننهي اعارته. ولكن الكابتن قال له انت مش في حساباتي الفتره دي، النادي مفتوح لك اتدرب فيه. واحنا لحد النهارده بنبعت له وبنقول له ان انت غياب وبنخطر اتحاد الكوره. يعني دي بقى معلومه، دي معلومه جديده. يعني حضرتك دلوقتي لم تنهي اعاره اللاعب وتعيده الى مصر المقصه، بل انت تطالب اللاعب بالالتزام والتواجد في التدريبات. وكل ما قيل على لسان الكابتن عماد النحاس انه مش هيكون في حساباته، ومساله الحسابات ديت ليها علاقه بانه لو انتظم وكان في التدريبات شادد حيله، والرؤيه الفنيه للكابتن عماد انه يستحق انه يكون موجود مع التشكيله الاساسيه او مع القائمه بتاعه الفريق هيضمه. انا كده فاهم صح يا فندم؟ بالظبط كده. انت النهارده بتتكلم في لاعب بعيد عن التدريبات اربع شهور، هل ده منطق؟ لا طبعا. ولحد النهارده خلي بال حضرتك احنا بنختاره بجوابات رسميه مسجله بقلب لحد النهارده. لحد النهارده ما تنفعش تستاهل الاعاره، هو لسه ما فيش فتره انتقالات. فلازم يبقى ننتظر الفتره. لكن الكلام ان انت مش موجود في حسابات الكابتن لانك بقالك اربع شهور بعيد عن النادي وبعيد عن التدريب. ورغم كل هذا كان بيصرف مستحقاته في مواعيدها خلال فتره الطاقة. يعني الاربع شهور دي واخد فيها مستحقاته؟ تمام بالظبط. وهو قال كده ما انكرش الراجل. يعني هو لو رجعت الحديث وقال كده. طيب. كابتن معلش مع احترامي ليك، ده عدم التزام. ما انتش مقدر ان انت لاعب محترف. مش عايز اقول المبلغ اللي خده لحد دلوقتي مقابل 10 دقايق بس لعبهم، لانه جه برضه في اول الموسم ما كانش بيتدرب في المقاصه، خد فتره الاعداد تاني عندنا لوحده ولعب 10 دقائق في كل المباريات اللي كان فيها. هو متفق معاكم على مقابل مادي اللي هو الفتره ديت، فتره الاعاره ديت، صح كده؟ بالظبط كده. وما لعبش غير 10 دقائق. اللي هو كان كام يا باشمهندس؟ اللي هو كان كام الرقم؟ الرقم هتزعل كام؟ كويس. وخد المقابل، معلش ربنا يبارك له، احنا لان احنا ما حدش ضربنا على ايدينا. لكن خد المقابل تمام، الدفعه المقدمه والاقساط طول فتره عدم كوفي. انا بسال الرقم مش من قبيل الفضول بقدر ما هو من قبيل ان انتوا كنادي التزمتوا معاه ماديا، فالناس تعرف بس انه المقاولين قرابه التزم. المليون جنيه يا كابتن. قرابه المليون جنيه. في الاربع شهور قاعد في البيت.
طيب يعني انتوا كنادي ملتزمين جدا جدا يعني، ده رقم يعني، ده رقم كلام واضح جدا ومحدد، وكل الكلام ده قال مع حضرتك بمراسلات كامله مع اتحاد الكره اولا باول، كل ما بنبعت له جواب مسجل بقى المنصور بنبعت لاتحاد الكره هذا الكلام. فنادي المقاولين العرب انا بقول لك بصراحه خلال المده اللي انا موجود سيبنا من الاخلاق، وهو انا الاخلاق دي قصه انا ما اتكلمناش في اخلاقه، ولا اتكلمنا في عدم التزامه. لدرجه ان انا انت عارف ان انا تليفوني للصغير والكبير وموجود في النادي ال 24 ساعه. انت حضرتك لا تطعن، حضرتك لا تطعن على اخلاقه، لكن الحديث عن الالتزام وبينهما فارق. هو كاخلاق راجل محترم جدا، صح كده؟ ما اتكلمناش في اخلاقه، راجل محترم تمام، ولكن غير ملتزم. انا بقولها غير ملتزم، وما حاولش حتى يتصل بيا لحد دلوقتي. واحنا بالعكس انا خليت بعض الزملاء، عندنا مجموعه من اللعيبه الكبار المحترمين جدا والمخلصين والمحبين للنادي حبوا يتكلموا معاه كتير ويتواصلوا، ولكن لا حياه لمن في النادي. طيب افهم ده الوضع بالظبط. طيب ده الوضع كله، ده كلام محترم كده. طيب اذا انتظم ايمن حفني في التدريبات، المقاولين العرب يفتح ذراعيه ويطبق لوائحه كيفما شاء، صح كده؟ كلام واضح يا كابتن ابراهيم. انت لحد النهارده النهارده ببعت له جواب تاني تمام. وعلى فكره بتوقع عليه غرامات، لانه دخوله برضه في مهاتفه تليفونيه من غير ما ياخد تصريح من النادي طبقا للائحه اتطبقت عليه، لانه ما زال لاعب في النادي، لم يخطره احد رسميا بانه لساب النادي عشان يقدر يطلع يتكلم حديث في التلفزيون. طيب الموقف الرسمي برضو. الموقف الرسمي اللي انتوا كنادي مقاولين عرب بتعملوه في المواقف المشابهه لكده علشان حقوق النادي تحافظوا عليها، وعلشان يبقى موقفكم انتم بشكل او باخر سليم، هل بتروحوا للاتحاد المصري لكره القدم؟ هل بتقولوا لهم انه اللاعب ده ما التزمش وبتجيبوا الفلوس اللي هو اخدها وعمل كذا 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 والمواقف كذا، وبتستعرض الحاله ديت، ولا بتعمل ايه علشان تحافظ على حقوقك كنادي؟ انا ده مجرد سؤال للفهم فقط لا غير. تمام، انت عارف ان انا راجل بعرف القوانين كويس، معلش أيوه. وبعرف حقوقي كويس وحقوق اللاعب وحقوق النادي أيوه. وحقوق اللاعب انا على اتصال بمكاتبات رسميه مع اتحاد الكوره بكل اولا باول بالمستندات في هذا في هذه التصرفات. وانا مفاجئ بان لاعب بهذا الشكل او بهذا الحجم او بالنجوميه دي يكون بهذا بعدم الالتزام، ودي خلي بالك افدنا في مصر. احنا في المقاولين العرب في التزام بالصغير والكبير، ولائحه بتطبق على الجميع والكل بيحترم هذا الكلام، وما عندناش ده نجم وده لسه ناشئ، اللائحه بتطبق على الجميع. طيب اسال حضرتك في ملف تاني برضو اذا اذنت لي، واحد من الملفات اللي طرحت وبدا يبقى بيتردد فيه كلام كتير في موضوع طاهر محمد طاهر، ماذا لو لا قدر الله اصيب اللاعب وهو متواجد في صفوف المقاولين العرب والنادي الاهلي، خلاص اتم بيعه، كلام كتير لا يتحمل المسؤوليه هنا المقاولين، لا النادي الاهلي، لا في اتفاق، لا ما فيش اتفاق. حضرتك موجود معانا واعتقد انه طالما موجود معانا فالماء يجب التيمم، يعني طول ما اللاعب موجود عندي فأنا ملتزم بيه تماما بعلاج، والله لا يقدر لو أثر أي شيء، وده الوضع الطبيعي جدا. يوم ما ينتقل عندي ويبقى في النادي الأهلي يبقى النادي الأهلي المسؤول عنه، لكن أنا لا نتنصل من مسؤولياتنا إطلاقا، وهذا الموضوع واضح جدا واضح في التعاقد بيني وبين النادي الأهلي إن إحنا كنادي ملتزمين بالرعاية الصحية والرعاية الطبية للكابتن بتاعهم حد ما يوصلوا، لأعتقد إن ده شيء طبيعي في التعاقدات، ودي الامور اللي بتبقى واضحه من داي 1 لازم يبقى الامور واضحه بهذا الشكل. يوم ما انتقل للنادي الاهلي يبقى النادي الاهلي هو اصبح المسؤول عنه. موضوع سهل اهو، بسيط خالص جدا جدا، وواضح انه انتوا فاهمين كويس انتوا بتعملوا ايه ومتفقين على كل حاجه، ده شيء عظيم جدا. هل لحضرتك اي تعقيب اخير يا باشمهندس؟ لا انا بشكرك دايما وبتمنى لك التوفيق وبالنجاح لنجاح. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا المهندس محمد عادل مشرف العام على كره القدم بنادي المقاولين العرب.